عسلامتكم نسكل، جيتكم اليوم نحب نحكي لكم على مرض الكورونا عند الأطفال. نحب نقول لكم اللي الصغير كي يمرض بالمرض هذايا راهو ينجم يظهر عليه حتى علامة بالكل، كما ينجم يظهر عليه أعراض خفيفة برشا كيما شوية كحة، شوية سخانة ولا شوية فشلة. ونحب نطمنكم ونجبد الإكزامبل متاع إيطاليا. الحمد لله يا ربي عدد الإصابات عند الأطفال في إيطاليا يمثل 1.2% من مجموع المرضى، وحمد لله 0% موتة، يعني حمد لله حتى صغير ما مات بالمرض هذا. هي حاجة باهية، أما مش باهية علاش؟ خاطر صغير يولي ناقل غير مرئي للفيروس هذايا ويتسبب في انتشار أعداد كبير من المرضى. ولذا نحبكم حذرين ومتفطنين، وإن شاء الله تونس لاباس.